لك انتو شو مفكرين حالكن رجال انتو؟ لك انا شو حاطت عندي؟ حمير؟ قوبة حمير ولا رجال؟ قولوا لي ها؟ ولك هذا من وين جاب المفتاح ها؟ مين منكن عطايا؟ ما حد عطايا معلم، الله أعلم هو شلون وين لقاه. ولك أنا بدي أفهم شو أنتو مو رجال؟ زلمة واحد ضحك عليكم كلكم وصار يلف ويدور بالبيت كله على كيفه، وبعدين بيعرف إنه مرته هون بيفكها وبيطالعها، وكمان شوي كان رح يهرب. معناتها ليش حاططكن عندي وعم أدفع لكن ها؟ ولك أنا ليش حاططكن؟ مين منكن كان مع الزلمة؟ كنت أنا معلمي. عن جد حبيبي كنت أنت؟ وفرحان وعم يقول أنا كمان. وهلأ ما هناك معه. شرف بيك؟ فريدة حياتها بخطر، أنا بحاجة مساعدتك. شرف قتلوا للولد. هل واطي لعديم الشرف؟ عديم الشرف لك مين جاب هذا الكيس لهون؟ اكيد واحد منكم عم يساعده. يكون بيعلمكم اذا بعرف مين هو رح اخذه بيدي. ولك مين اللي كان عم يحرس الممر ولا؟ انا معلم. خذوه خلصوا عليه. معلمي دخيلك، بوس ايدك يا معلمي، ما تعملها فيني. معلم بدي اقول لك شغله بس لا تعصب. قولوا لك قول. عقرب الصبحيات كان عم يحوم هون، بعد ركب سيارته وراح بالسرقه. ولك شو معناته هالحكي ولا؟ معلمي الشرطه. يا خسيس، خبر الشرطة. فريدة أنا بدبرها، أنت لهي الشرطة. خير يا بكوات؟ شو شايفين المكان استراحة لحتى عم تفوتوا عليه على كيفكم؟ لا مو على كيفنا رمضان بيك، معنا إذن بالتفتيش. بس ممكن ما يكون في داعي،
اللي فريدة وينها؟ معزبين حالكن كتير وجايبين إذن، معناها بلا ما يروح تعبكن على الفاضي. تفضلوا فتشوا. أمير، فتشوا بكل الغرف ودوروا حوالين البيت كمان. أمرك سيدي. طلع فيني، إذا إجوا الشرطة وسألوك أنت ما بتعرف أي شيء بنوب ماشي؟ عم تفهم؟ برافو. هذا الباب مقفول. وين مفتاح الباب؟ معي. ما في شي جوا. سيدي، لقيناها لفريدة خانوم. الدكتور فحصها بس ما قال لي شيء. امي طلعي فيها لساتها حمرا شيء لانه عم تحرقني. لا لا لا، شو صاير برقبتك لك ابني؟ ما في جرح كمان؟ بس ما يكون شيء خطير. شرف بيك، طلعت نتائج تحليلك. شو النتيجة؟ لقينا سمعة اقرب بدمك. فريدة خانم. تفضل عزيز بيك. أنا إجيت لحتى أخذك. ليش؟ شرف بيك إجا لعنا وقال منار جايبتك لهون بالغصب. لا، ما في هيك شيء. شرف ما بيعرف، أكيد غلطان. فريدة خانم، شو قصدك؟ شرف ارتكب غلطة كبيرة، وأنا أجيت لهون لحتى صلحها بإرادتي. وبس يرجع خير الدين وقتها أنا بروح من هون. سمعتها؟ شوفي فريدة خانم، إذا حدا مهددك بشي خبريني إياه فورا. عزيز بيك، اسمعني منيح، ما في لا تهديدات ولا أي شيء أبدا. أنا قاعدة هون بإرادتي. رجاء نروح. روحوا. خلونا نمشي. ابني كرمال الله، قل لي ليش حتى ترجع وتتدخل بهديك الحياة؟ هاي شغلة ما حدا بيعرف شو رح تكون آخرتها، ولسه ما منعرف مين يلي رماك بهديك الإبرة وسمامك. شغلة فايتة ببعضها. والله يا ابني طول الوقت مرعوبة وخايفة عليك. شرف، ليك إذا بدك يعني أرضى عليك، اسمع كلمتي يا ابني. إذا بتعرف مكان الولد خبرن وخلصنا وخلينا نسكر هالقصة. فكرك بعرف وما عم بحكي؟ أو كنت بترك فريدة هنيك؟
الله أعلم شو سووا فيها. هذا الملازم طلعتوه لفريدة؟ مع الأسف شرف بيك، كانوا أخذينا ما هيك؟ تأخرنا. لا، هي كانت هون وحكيت معها كمان. كيف يعني؟ هي اللي بدها تضلها هون. شو؟ قال شرف ارتكب غلطة وهي رح تضل هون لتصلح هالغلطة، وقالت كمان إنها رح تضل هنيك لحتى ترجع لهم خير الدين. يعني بصراحة نحن ما فينا نساوي شيء. برافو، قدرتي تصرفي لهداك الملازم. بس جوزك شرف لهلا ما رجع لي اياه لابني، لو بعت لي اواعي معبايه بالدم لقدام الباب. ولهيك الك مكافأة وعقوبة، رح خفف السم. كيف؟ متعادلين ما هيك؟ عملت اللي قلتي، تركيني بحالي بقى وحاجة تعذبيني. مو بإيدي فريدة، بدي اهدى شوي، الفجع بالضنا ما بيخف غير هيك. امسكوا لي ايدها. كرمال الله بعده. لا، شوف يا اخي وين اختفيت يا ولد؟ ها؟ طلعت لجيب جريدة. طلعت لجيب جريدة لكان؟ شو رحت على المطبع يعني؟ ها؟ شو طبعوا لك نسخة خصوصي؟ لك أخي أنت شو مشكلتك؟ شو رح تكون مشكلتي يعني؟ أواعي الولد اللي مليان الدم تركوها هون على بابا لمنار بالليل وبالعتمة، واحد فات علينا ولف ودار بالبيت لحتى وصل لعند غرفة منار. هالشي معناته أنه في حدا عم يساعده من جوا، هالشي معناته انه في واحد عم يحاول يقضي علينا. يعني في واحد مننا بده يقضي عليك وانت فورا شكيت فيني، ما هيك؟ منار اللي عم تعطيك هيك افكار؟ اخوك ما بده من يفكر بداله، هو اذكى مني ومنك كمان. رجاله شايفينك الصبح قدام غرفتي. هيك لكان، رجاله شافوني وانا بالحديقة وبالطابق الثاني وبالارض وبالمطبخ كمان. اخي لو كنت ناوي اني خلص عليك كنت خلصت عليك بهديك السيارة، كنت خليتك تصير شقف. أنا ما إلي لا بالولاد ولا بغيره، شوف مين إله مصلحة. برأيي بدل ما لكم قاعدين وعم تلعوا هون، شرفوا روحوا ولاحوهن لهم. افتح الجريدة. لك بكفي بقى، بكفي لك، هذا الزلمة بده يجنني على ابني، اعملوا شي بقى. أخي هذا الزلمة عم يتمسخر عليك، عم يلعب فيك على كيفه، همه الوحيد هو أنت. شو يا معلم رمضان بدك تضل واقف هيك والمرة اللي بتحبها عم تحترق؟ راح تضل عم تلف وتدور بأرضك؟ ولك طالعوا سلاحكم، طالعوا كل سلاح وجهزوا حالكم. شو رح نساوي معلم؟ شو رح نساوي؟ رح نفتش ببيوتهم، رح نهجم على بيته. يلا لشوف. منار؟ ايه انا؟ ليش استغربتي هيك؟ ما انا هون على طول، بس كنت عم بتفرج عليكي. فريدة المسكينة خدعوكي ما هيك؟ تعرفي مين اللي خدعي؟ شرف. انتي شو اللي جابك لهون؟ شكلك نسيتي، نحن نفس الشخص، منار ميسون وميسون منار. شرف
شرف هاد انت، مشان الله طالعني من هون وخلصني منهم. لا تستنيني فريدة، ما رح ارجع. ما رح يرجع لانه بيحبني الي انا، حابب يتخلص منك، لهيك ما رجع الولد. الكل بدهم يقتلوكي فريدة. لا حاجة عياطه وخرسي بقى. هالمكان صاير مثل مشفى المجانين. مشان الله طلعوني من هون. ولك انا هلا رح ارجيكي. اوعك تقرب مني. لا تقرب مني، لا تقرب. ولك انا ما قلت لك اخرسي. ساعدوني. رح اقطع لك لسانك. ساعدوني. لك رح اخلص عليكي. ها ساعدوني، مشان الله ساعدوني، حدا يطلعني من هون. لك عمل لك هوس، خلص اخرسي. ساعدوني. منار، انت عم تكذبي علي. انت منار وبدك تقتليني، تركيني. يلا ماما استعجلي، خلينا نطلع من هون، انا رح خلصك. تركيني ميسون. امي هي انا. يلا امي. ما رح اجي. يلا تركيني بحالي، تركيني تركيني. أمي هلا رح نطلع لبرا، ماشي؟ لا تطلعي لوراكي أبدا، هربي. أمي بترجاكي تهربي. أمينة أمينة. أمي مانك بنتي، تركيني. ماما هي لا. ولك هاي قضية تار، والدم ما بيروح إلا بالدم. لا برأيي هيك شغلة صعبة ميسون ما بتساويها، ما فيها تعمل هالشغلات بدون ما حدا يساعدها. رح أقول لك على سر ما حدا بيعرفه غيرنا نحن اتنين. شوفي منار، هالشغلات اللي عم تصير كلها أنت اللي وراها. أنت بس بدك تفرق بيني وبين رمضان، ما هيك؟ لا تعذب حالك، هذا الشي مستحيل. الختيار واقع بشباكي وعلق من زمان، ويلي بيعلق بشباكي ما في يتخلص منه، وأنت أكتر واحد بيعرف، مثلك بالضبط. فلا تعذب حالك على الفاضي. لك هاي مانا فريدة، بسرعة رح تهرب. يلا أمي كمان خطوة. يلا أمي مشان الله. يلا
اتركني، اتركوني اتركوني. لك هي كيف بتهرب؟ ما حدا عم يحرسها؟ يلي بعرفه اخي كان حاطط واحد يحرسها مو؟ شو عم يصير؟ شو منار خانو؟ شفتي انك اتهمتيني ظلم؟ هلا عرفتي انه مالي دخل فيها ما هيك؟ خلص فهمنا. خذوها من وشي بسرعه وجيبوا يلي كان عم يحرسها. خلينا نعرف شو صار مع هذا الغبي كمان. اتركوني اتركوني. هدول رجال رمضان امي. اضحي بسرعة سري. يلا بس هيك تعلي راسك. ساعدونا قومي. شرف خلص امي اهدي. افتح الباب يلا بسرعة لك ابني بسرعة. سكر الباب شرف، سكر الباب بسرعة. اصحك تطالعي راسك من الشباك. يا الله الله يسامحك. معقول اجي لهون وروح بدون ما اشوفكن يعني؟ اهدي امي لا تخافي. برأيي تخافي ناريمان خانو، إذا ابنك ما رجع الولد قبل ما تعتم الدنيا رح يصير فيكم شغلات كتير. والله إني أخذين الولد منه، لو بإيدي كنت جبت لكم يا بنفسي، لأني ما بقى بدي مشاكل، لأني انتهيت، ما بقى فيني أتحمل أكثر من هيك. شرف اتفرج، ولك شو مو زعلان على أمك؟ لا تزعلها للمرأة حرام خطي، هيك أنت رح تزعل، مرتك رح تزعل وأمك رح تزعل، والله أنا كمان عم أزعل على وضعكم. فقيدتكم الوحيدة هلأ أمينة. إيه عم قول ننهي هالشغلة بأقل خسائر. إذا هداك الولد ما بيرجع لعند أمه اليوم المساء رح خليك تفقد عيلتك واحد ورا واحد، وبعدين بشوف شغلي مع حضرتك. يلا لشوف. أمي إيه هيك ها؟ خليهم هلا يجوا ويساعدوا لفريدة لشوف. لو القصة عليكي كنا رح نخلص على كل الرجال واحد ورا الثاني. طلعي وهلا رح نلاقيه بكل سهولة، طبعا بفضلي انا. دخيلك انت الثاني، مو ناقص غير القطمة يعرف يمسك الفار. اطلقا ما وهلا شو بدي ساوي انا؟ كيف رح هربها لأمي؟ وليه؟ يا ربي شو هاد يا بنتي؟ بنتي جيبي لي كاسة مي تاني، جيبي لي مي جيبي. دخيلك يا ربي، رصاص نزل علينا مثل زخ المطر. والله ابن رضياني علينا، الرصاص كان عم يزخ زخ بألف زور لنفدنا منهن. شرف شو ما رح تساوي شي؟ رح تضلك قاعد هيك؟ فريدة ربطت لي ايدي ورجلي وما رجعت مع الملازم عزيز، شو اعمل اكتر؟ مشان الله هي التانية على اساس مثال الطيبة والصدق، قالت رح ضل هون لحتى صلح غلطة جوزي. اسمع هالحكي هاد بقى، شو هاد؟ الله العليم هنن بشو كانوا عم يهددوها؟ بيكونوا جابرينها تحكي هيك؟ انا ما بفهم، ما بفهم بنوب. تفرج على حالتي، تمرمطت بآخر عمري. روح فوراً لعند عزيز، فوراً.
طلع من خوفي ما فتت على بيتي واجيت على بيت هالحرامي. جيبي لي مي. جيبي معلش طلعت معي غصب عني. مشان الله ليش أنا عرفانة شو اللي عم قوله؟ لا تهتمي ناريمان خانو، حتى وانتي صحيانة بتكوني هيك. شرف أمك معها حق، برأيي تروح على الأمن وتحكي مع الملازم عزيز، هو أدرى باللي لازم نساويه هلأ. بروح بس ما بعرف بشو هو رح ينفعنا. الزلمة أعطانا مهلة للمساء، كيف رح أقدر لاقي هالولد بساعتين بس؟ منورتي يا ريتك كنتي معنا هنيك لتشوفي شو ساويت لك فيهم، ما حدا كان شايف قدامه. من هون ومن هنيك ومن فوقهم ومن تحتهم زخ رصاص، رصاص مثل زخ المطر، بخوشنا البيت بخوشة. شو تعابولك رعبه؟ وقف قلبهم وركبهم دقوا بعض. طلعوا ها هاي رح أبصم هون، الولد رح يرجع، الولد رح يرجع، خدوها مني أنا رح يرجع. ايه وانتو شو ساويتو؟ شو رح نساوي؟ ضلينا عم نشتغل برجالك هون. ليش شوفي؟ كترانين الجواسيس بيناتهم، قتلنا واحد تاني. فريدة كانت رح تهرب وبالزور لحقناها. خليني احكي مع هرجال يلي عندي، صدقوني رح ورجيهم الويل. هو نحن لقينا طريقة وحطينا كاميرا وهلأ رح نعرف أول ما يقرب مين هو الأفندي. يا عيني يا عيني يا عيني، دخيله العائل والزكي أنا ولو دخيله العائل والزكي. كاميرا؟ قلتيلي ركبتوا لها كاميرا لكان ها؟ حلال عليكي والله. الفكرة كانت فكرتي بس هي وافقت عليها وجابتها. الضرب على اللي وافق. إن شاء الله يكون سمع الكلمة وراح على الشرطة. صار المساء وعتمه وخلص الوقت. وإنت تاني عود كرمال الله، صرعت راسي رايح جاي رايح جاي من الصبح طوشتنا. عود عود؟ لك إذا بقعد وأنا معصب ببكي فوراً، مو بإيدي. ها؟ إيه فهمت عليك. والله صعبة كتير. حماتي كانت هيك كمان. اطلع فيني شو اسمه هداك هاد يلي له شوك الصبار؟ الصبار عصير الصبار بيشفيك فورا. دخيلك؟ لا دخيلك، ما بدي ما بدي لا الصبار ولا عصيره. خير ان شاء الله. ابوكي هون شي؟ ايه ليكو جوا. تفضل تفضل عمو جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل تفضل. ما راح اطول. جومارد بيك صاحب المحل يلي انا مستاجره. هلا
هذا المحل بهالشهر ضل مسكر 3 مرات. ايه لا تسأل. ايه صار معنا شوية مشاكل عائلية ما قدرنا نفتحه وقتها وقصرنا بالشغل شوي. بعدها شفت بياع الجملة وقال شاري منه أقل بكيليين عن كل شهر. ايه يعني شغلك هذا كله فالصو، لأنك رح بتقول بعد شهرين ما فيني ادفع هاي الإجرة. يا ريت لو تنقص لي منها شوي بس وأخر لي إياها شي كم أسبوع زمان وبتبلش بقى تفلس. أحسن شي سكر حسابك عن هذا الشهر وبآخر هذا الشهر بتفضيلي محلي فورا. لك عمو جومر شو مساوي انت ولو؟ حفرت لي القبر قبل ما موت يعني؟ ايه هو هيك. انا يعني زلمة مسكين عم عيش على راتب التقاعد تبعي، وانا بصراحة بحاجة اجار هالدكانة. ايه انت لا تاكل هم بنوب، رح داوم هذا الشهر بالعطلة حتى يوم الجمعة والسبت وبالليل والنهار، وما رح اخر الاجار لا تقلق. والله ما بعرف، هذا تنبيه إلك ويكون بعلمك بس هالمرة. مع السلامة. مع السلامة. بعرفه لهاد الاندبوري، شفته بالمشفى مرة كان عم يلم السكاكر مثل الشحادين. ناريمان خانم، هاد يلي عم تقولي عنه انه اندبوري بيكون شريك بهداك المشفى وحتى له أكتر من نصه كمان. اوه عن جد مثل ما بيقولوا ما بتعرف الغني من الفقير إلا بالتعتير. بعدين يمكن يكون مو أندبوري بس شكله درويش. إيه شو فيه يعني الزلمة بده حسابه. أوف أوف، مو على أساس رح يرجالي ابني؟ أه؟ مو على أساس حكيته؟ خلاص بكفي، أنا رايحة قتلها بإيدي لهديك المرة، وبعدين هذا شرف رح يلاقي جثتها مرمية قدام باب بيته. لا اهدي شوي منار، اهدي شوي، يمكن الزلمة عم يحكي الصدق. عفوا شو؟ أنت اللي عم تقول هالحكي؟ بنتي ما ضل شي ما هددناه فيه لهالزلمة. نحن اقتحمنا بيته بعزين النهار وصرنا نقوص عليه رصاص مثل المطر. شو الزلمة حجر ولا صخر ولا جبل؟ في حدا عديم الإحساس لهي الدرجة؟ ها؟ أكيد قدام هيك تهديدات وهيك ترهيب كان إجا واعترف أو رجع الولد. هذا معناته نحن غلطانين. يعني أنت شو يلي حابب تقوله؟ فهمني، قصدك إنه شرف بريء يعني؟ منار شو أنت غبية شي؟ هلأ فهمنا أخي ما بيعرف قديش شرف بيكرهك وما بطيقك بنوب، بس أنت كيف بهاي السهولة عم تقتنعي ببراءته؟ نحن عم نغلط، ردة فعلنا كانت غلط من الأول، هاي الشغلة طولت أكثر من اللازم. كان لازم نترك الزلمة بحاله شوي، ضغطنا عليه كتير. لو راقبناه شوي، كنا عرفنا فوراً إذا له علاقة أو لا. شو بيعرفني؟ هالشي رح ينفع بعد كل اللي صار؟ ليش عندك خطة أحسن يعني؟ ما في، برأيي نجربها لهيلك. يا ترى نبعت الشباب يراقبوه يعني؟ تركنا منهم كرمال الله، لك رجالك يا دوب يعرفوا طريق المطبخ. ايه وشو لك؟ لو اللي حياتها بخطر كانت مرت اخي العزيزة الغالية ما كنت رح اتدخل بهالشغلة. ما بتستاهل، بس يعني هذا ولد صغير وبرأيي ما له ذنب، وما رح اقعد بدون ما اعمل شيء.
أنا براقبه. لازم عزيز هون شي غرفة التحقيق شوي وبيطلع. رح استنى. عقرب، ليك لو شكيت بأي شيء دق لي تليفون فورا، ماشي؟ رح نستناك هون. ماشي أخي، لا تقلق. لك لسه مبارح الزلمة كان عم يحاول يحفر قبري، يلي ما عم بقدر افهمه شو اللي غيره هيك فجأة لحتى صار حنون. يا عمري، هو بيعرف قديشني معلق فيكي، ولما شاف ما في جاريكي صار بده يعدل الوضع معك، فهميها بقى. حاولي تستفيدي من الوضع، شغلي لي مخك شوي. شبنا منار؟ مين انت؟ رقبتك لسه عم تجعك؟ شو بدك مني؟ ده شو خطفت الولد؟ رح تعرف أول ما تجي، إلا إذا كنت أنت بقى مانك حابب إنك تجي. الولد وينه؟ هلأ اسمعني منيح، رح أعطيك عنوان بتجي عليه لحالك، وقتها رح قلك شغلات مهمة كتير. بخصوص شو؟ طبعاً بخصوص أمينة. خليه ينقذ حاله بالأول. واقف شو أنت مجنون؟ رح تقتله للولد. لك هالولد كان رح يهرب المرأة. أنقذني من الحريق. قام يا غبي، منيح يلي أنقذها، ولا أنت يلي كنت رح تأكلها. هالولد نفدك، وأنت تعالي معي يلا.